السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله مرتاحين محفوظين. نستمر محاضراتنا، هاي المحاضرة رقم 3 اللي هي مادة مواد نمذجة مواد بناء. قلنا هاي المادة هي ربط بين الحاسبة والمختبر فقط لغرض إعداد حسابات بشكل سريع ونظامي ودقيق، وممكن نخزنه ونتذكر تاريخ الحسابات والتنفيذ رقم التجربة. واخذنا بالبداية حديد التسليح، ثم اخذنا محتوى الرطوبي مال التربة واتر كونتينت، وممكن الواتر كونتينت يتنفذ على عينات الرمل، عينات الطين وهكذا. نجي ناخذ اليوم عن مقاومة الانضغاط للمكعبات الخرسانية Compressive Strength، كمال المكعبة FCQ. مقاومة الانضغاط للمكعبات الخرسانية هي نجيب مكعبات أبعادها 100 في 100 أو 150 في 150، يعني ملي ملي، يعني 10 سنتيمات أو بالعشرة أو مكعبات أبو الـ15. هاي طريقة بريطانية، الأمريكية لا أسطوانة. نجي المكعبات هاي نمليها كونكريت على 3 طبقات، كل طبقة 25 ونرصها وهكذا، هاي بالتجربة بالمختبرات نسويها ونخليها بحوض مال المي لمعالجتها وهكذا. الغرض من عندها ورا 28 يوم ندخلها اختبار. من دخل اختبار راح نشوف ايش قد تتحمل ونسجل الارقام. هاي الارقام راح نعطيك اياها، انت عليك تسوي حسابات وتقرر هاي هذه المكعبات نجحت لو لا. هاي المكعبات هي شنو؟ مثلا احنا اثناء صب الاعمده مال البنايه مديرية الرعاية الاجتماعية بناية جديدة مثلا، خلينا نسويها هاي البناية أثناء صب الأعمدة احنا ناخذ عينات. هاي أخذ العينات لها طريقة، يعني لازم مثلا من كم سيارة ايش قد ناخذ من هاك السؤال، بس علينا احنا تكون لا تقل عن 6 مكعبات. 3 من عندها نفحصها بـ7 أيام، و3 من عندها نفحصها 28 يوم، يعني ورا 28 يوم ورا نفحصها. احنا ما راح نصب السقف الا ما نشوف هاي الاعمدة نجحت لو لا. عشان نجحت لازم تكون هاي المكعبات ناجحة، اذا فاشلة فحوصات لا تلافية، بعدين اذا فشلت مرة الاخرى نسوي حلول اخرى. فهاي الحلول احنا ما راح نقولها هسه، يعني ما ندوخكم بها. العبارة عن هاي المكعبات ناخذ من عندها الخبطة، هاي خبطة من الكونكريت، ونخليها بالجهاز مع الضغط ونفحص الناس. سجل عندنا القيمة هاي الكتروني اكو ميكانيكي بيدايل جيج، نشوف ايش قد الحمل يعطيني. هذا الالكتروني يعطيك اياها كاملة، هي مقاومة الضغط ايش قد زين مباشرة. القانون نفسه مع حديد التسليح هو ستريس ساين فورس على اريا. مقاومة الانضغاط اللي احنا نريدها هي قوة الفشل مال الكونكريت والمكعبات على مساحة المقطع مالتنا. نجهز احنا حنسوي هذا الاكسل، هذا العنوان الاكسل مالتنا الداتا شيت، مقاومة انضغاط مكعبات الخرسانة، اسم البناية رعاية اجتماعية، طريق بغداد، تاريخ أخذ العينات مثلا يوم 11/4/2020، رمز النموذج، نوع الإسمنت عالي مقاومة، بورتلاند اعتيادي، مقاوم للأملاح، سريع التصلب وهكذا. هنا أهم فقرة من هاي هو المقاومة المطلوبة. هاي المقاومة إنشائيا صممنا الأعمدة عليها،
يعني بناية مثلا اكو بيها أسس، بيها أعمدة، بيها جسور، بيها سقوف. إيش قد هذا مطلوب احنا من عندنا؟ يعني على ضوء، إذا أقل من عنده فشل، وإذا أكبر من عنده نجح، وإلها نسبة تفاوت. يعني أبعاد المكعب، هذا أبو المكعب أبو العشر سنتيمات، لو أبو الخمسطاش فهي دائما أبو الخمسطاش. المقاومة هنا بالميجا باسكال. هنا كم نموذج عندنا؟ 6. هاي قوة الفشل مين نجيب؟ هاي احنا نعطيك اياها، هاي انت سجلها من المختبر، سجلها من المختبر. يعني تجيب العينات المكعبات، تدخل كل اول واحد تفحصها ايش قد سجل، تكتب واحد اول واحد سجل طاني. اذا سلطنا، اذا اول واحد يتحمل 890، 890 راح نحصل على هاي، وراح نقرر هل هو ناجح أو فاشل. هسه 39 أكبر من 35 إذا نجح، 33 فشل. النتيجة النهائية ناخذ معدل مال 6 نجد ناجح. إذا هاي الأعمدة ناجح مالت الفحص. إذا نستمر بالتنفيذ الهيكل مال المشروع. إذا فشل نعطي قرارنا هنا كمهندس أو نوديه على الاستشاري وهكذا. نجي هسه طلع نسوي اكسل شيت هذا بهذا الشكل. نروح على فيو، قلنا الجريد لاينز نسوي الخطوط وهاي القائمة كم رقم كم يفضل، يعني شكل ترتيب احلى. اسم المشروع مثلا قلنا دي ريت هاي لأن احنا دائما راح يصير عندنا رعاية اجتماعية إن شاء الله. الموقع وين؟ قلنا هاي طريق بغداد مثلا. مثلا نجي تاريخ أخذ العينات يوم 11 قلنا 5 2000، العفو 11 4 2020. رقم النموذج خلينا نسميه كولومس، يعني على أعمدة 0 8. نوع الاسمنت عالي مقاومة. هنا مقاومة مطلوبة، هاي أهم شيء. ايش قاعد قلنا ابو 35، أبعاد المكعب أبو 150 ملي. هاي البيانات. نجي هسه بيانات المختبرية، القوة هاي القوة مالتنا نستنسخها، احنا ندخلها ندخلها اعتيادية. نجي هسه المقاومة شو يساوي لي؟ يساوي لي هنا وحدات ميجا باسكال، يعني نيوتن كل مليمتر مربع، يعني مساحة القوة على المساحة. بس هنا القوة بالكيلو نيوتن، فندوس يساوي ألف. ليش؟ نحول القوة إلى نيوتن في القيمة القوة تقسيم، أفتح قوس وأسد القوس أقول تربيع، لأنه مساحة مربع، طول الضلع تربيع. هذا البعد وينه؟ هو هذا البعد مال المكعب. بس يفضل المكعب هذا خلية وحدة، لازم أقفلها. شلون نقفلها؟ قلنا علامة دورة دولار بين الحرف والرقم، دوس انتر أعيد، دوسنا يساوي ألف تحويل نيوتن لنيوتن في القوة في المساحة، المساحة هي طول الضلع مربع. هاي الحسابات هاي أشر عليها، أسحبها للكل، هاي انحسبت. نيجي هسه هل هو هذا أول واحد ناجح ولا فاشل؟ شلون أعرف النجاح والفشل؟ يساوي كنا دوس يساوي، نعم نروح على التول بار
البار مال الفاكشن، نكتب اف الشرطية يعني اختبار، نفتح قوس نضغط على الفاكشن اف اكس، نكتب هنا الشرط تكون هاي الخلية نريد نفحصها تكون اكبر او يساوي الخلية المقاومة المطلوبة، صح؟ فهذا اذا المقاومة قلناها من لازم نقفلها، اذا كان اكبر يعني ناجح، نكتب ناجح. هناش نكتب اذا تخلي الشرط فاشل، دوس اوكي ناجح، نسحب هسه البيانات الباقية. اذا اول واحد نجح صحيح ذاتيا، الثالث فشل والباقي ناجحات. يفضل انه نلونها النوب باللون اكثر، تصير اللون افضل من القراءة. اروح على الكونديشن، اول شيء تلوين هايت لايت اكوال تو مساواة، عندما تكون ناجح شو فضل من ناجح نعطي هاي لون اخضر لا اوكي. نفس الخلية اغير اعطيها الاخ امر، اذا فاشل اعطي الفشل لون احمر، صحيح اوكي. هسه كنا اسحب للباقيات، هسه ذاتيا هذا قلنا الثاني عرفناه فاشل من اللون طال القرار. نجي هسه على معدل الانضغاط، اني هو هذا اللي قررني، يساوي لنا افريج معدل دالة افريج، اسحب هاي القيم ذاتيا ودوس انتر، هو راح يحسب لي المعدلات. هنا اذا طلعت لك البيانات على الشكل هذا، فقلنا احنا نقلل لاقرب رقميا من هذا العدد الفوارس. نجي هذا ننسخ هاي المعادلة نفسها، نخليها بهاي هنا نفس الخلية هاي، ولكن الخلية مو هاي انما هي هاي المعدل، نضغط صح، نختار الفورمات نفسه كوبي على مود نطير اخضر احمر ناجح. اذا هسه هذا المختبر ناجح مالتنا ناجح. نفرض انه المقاومة المطلوبة فقط هنا، شوف فقط اذا المقاومة المطلوبة مالتي تغيرت ل40 فشل، اذا المختبر مالتي هذا كله فشل ذاتيا، هو شيك لي الحسابات بس واحد عندي ناجح، والاخير عندي معدل النجاح. هنا معلومة مو شرط انه كلها فاشلة يعني النسبة هاي اذا نجحت يعني الباقيات مو فاشلة، لا هاي اكو عدد ينرفض من عنده العينة يعني مثلا ما يقل عن 3 2، هنا مثلا 30، اذا 30 مقاومة مطلوبة كلها نجحت يعني علي النتيجة النهائية، فاحنا نرجعها ل 35 مكعب هاي المقاومة تنضغط. هاي كل ما في اليوم الدرس، سوي مقاومة داتا شيت للمقاومة الانضغاط. هذا أشهر فحص المكعب بالفحص بالمختبر بالموقع يعني كمهندس أنت. أي اقتراح استفسار نسمع منكم، نقدر تزوب التعليقات، ونتمنى لكم إن شاء الله المادة تكون سهلة عليكم وتنفذوها بصورة صحيحة بالإكسل، ولا تتأخرون لأنه المعلومات لا تتكوم عليكم وتكون مواد أخرى. فالمادة إن شاء الله مو صعبة، تتابع الفيديو أي شغلة مفتهمة تقدر تكرر الفيديو مرة مرتين ثلاثة أو تسأل، وإن شاء الله ما أقصر وياك نجاوبك، وإن شاء الله نتمنى لكم كل الموفقية والصحة والعافية ويحفظكم. باري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.